بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ الإمام محمد علي ابن محمد علان البكري الصديقي الشافعي المكي الأشعري الصوفي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي الشامي الأشعري الصوفي ولو كره الكارهون، رضي الله عنهما وأرضاهما ورحمهما الله، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. بدأنا بالأمس في كتاب الفضائل، وبدأ بإيه؟ بفضل قراءة القرآن. الباب اليوم الباب 79 بعد 100، باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. الحديث الثالث بعد 1000، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. نقرأ الشرح. باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. النسيان بكسر النون، وهو النسي بكسر النون أيضا، والنسوة والنساوة مصادر نسيه، يعني نسيه نسوة أو نسيه نساوة، ذهب من حفظه، معناه ذهب من حفظه. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، أي حافظوا على قراءته وواظبوا على تلاوته، فوالذي نفس محمد بيد الله هو أشد تفلتا، يعني تخلصا، من الإبل بكسر أوليه ويسكن الثاني تخفيفا، الإبل يعني كنت الإبل وإبل، في عقولها بضم المهملة والقاف جمع عقال، وهو حبل يشد به البعير في وسط الذراع. قال الطيبي: شبه القرآن في كونه محفوظا عن ظهر القلب بالإبل النافرة، وقد عقل عليها بالحبل، وليس بين القرآن والبشر مناسبة قريبة. أصل الفكرة إن القرآن ده كلام الله، وكلام الله صفة قديمة، والمخلوق ده حادث، فمفيش وجه تشابه بين القديم والحادث. فإزاي ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك برزخية بين القديم والحادث حتى وصل إليه كلامه؟ إلا أنه جعله بقول رسول وبلسان عربي مبين ويسره بلسانه. فهمت إزاي؟ فصارت اللغة العربية برزخ لوصول كلام الله إلى البشر، وقلب النبي برزخ لنزول القرآن في الأكوان، لأنه أنزله على قلبي، ولو نزل على جبل ما تحمل، فقلب النبي ده برزخ حتى ينزل كلام الله من عليائه ووصفة قديمة إلى عالم الخلق. فلابد أن أن يكون هناك برزخ بين عالم الحق وعالم الخلق. عالم الحق قديم وعالم الخلق حادث، فازاي يتنقل القديم من الحادث الا ببرزخ؟ يعني ايه؟ يعني حاجه كده يمر فيها علشان تكتسب صفه يوم يستطيع المخلوق انه يستقبلها. فخلق النبي برزخا قلبا ولسانا، فهمت ازاي؟ بينه وبين العباد، وده معنى رسول الله. ما هو رسول الله يعني ايه؟ يعني ربنا جعله بينه وبين الخلق، ادي الحكايه، واسطة بينه وبين الخلق. لو مفيش واسطة، ربنا مش محتاج واسطة. أي ربنا مش محتاج، احنا اللي محتاجين يا ابني، احنا اللي محتاجين يا غبي. يقول لك ربنا مش محتاج واسطة، يبقى احنا مش محتاجين واسطة. هو انت ربنا؟
شفت بس اللبس، يقول كده قدام العوام يلبس عليهم، يقول لك ربنا مش محتاج واسطه، ربنا محتاج واسطه يا ناس. لا لا طبعا، نعوذ بالله، يبقى احنا مش محتاجين واسطه. الله، انت خليت نفسك مكان ربنا؟ شفت الخطوره؟ شفت الخطوره؟ يقول اذا سالك عبادي عني فاني قريب، يبقى انت قريب يا اخي. ده ربنا بيقول انا قريب، ده قرب، ده صفه الرب. فيقول لك يبقى انت قريب يا. شفت بقى اولاد اللئيمه عملوا فيه في المسلمين ايه؟ شوهوا عقائدهم، انكروا الواسطه، وانكار الواسطه يؤدي الى انكار الرسل والوحي، يؤدي الى الكفر على طول. يبقى ما فيش حاجه اسمها رسول الله بقى، طالما ما فيش واسطه يبقى كلنا بقينا رسل، كلنا ربنا بيكلمنا على طول. وانكار الواسطه يؤدي الى هذا، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله، مش كده؟ واذا جاءتهم ايه قالوا ايه؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. يعني ايه؟ الكفار انكروا الواسطه الرسل، قالوا انتوا اشمعنا انتوا يعني ما انتوا بشر زينا، اشمعنا انتوا بقى ربنا بيحوي اليكم؟ احنا مش هنؤمن لما يحوي الينا كمان زينا. يبقى انكار الواسطه تؤدي الى الكفر، فاهم؟ والتانيين يقول لك اثبات الواسطه يؤدي الى الشرك. شفت الخطوره؟ شفت خطوره المذهب الوهابي العكر؟ وعشان كده كثير منهم مات على الكفر، لان مذهبهم يقول الى الكفر، فتلاقي كتير منهم مات على الكفر. واضح يا استاذ؟ فعلشان كده ما فيش نسبه يعني تشابه بين القديم والحادث، والقران كلام الله قديم والانسان حادث، فلا بد يجي برزخ يوصل لك القديم للحادث، ياخد من القديم وينقله للحادث، فهمت؟ هذا البرزخ هو قلب النبي ولسان النبي، وعشان كده قال انه لقول رسول كريم، واخد بالك، بلسان عربي مبين، فهم؟ لولا كانوا بقول هذا الرسول وباللسان العربي ما كنتش وصل لنا كلام الله اصلا، لان ما فيش نسبه بين الانسان وهو حادث وبين كلام الله وهو قديم، فهمت يا سيدي؟ في الاخر يقول لك الاشاعره بيقولوا القران حادث مخلوق، مش بيقولوا كده علينا؟ ومحدش قال كده من الاشاعره. الاشاعره قالوا القران المخلوق هو المتلو باللسان، لانه الله خلقكم وما تعملون. انما القران لكونه كلام الله فكلام الله قديم. فهمت بقى ازاي؟ فالقران له وجهان، وجه من جهه الرب قديم، ووجه من جهه العبد حادث. ما ياتيهم من ذكر من ربهم ايه؟ محدث. يبقى ربنا قال عليه حادث ولا في القران؟ ذكر من ربهم محدث، يعني كل ما ظهر في الاكوان مخلوق. طب القرآن قبل ظهوري في الأكوان قديم، واضح؟ لكن لابد عشان يظهر في الكون يبقى كون، وكل ما هو كون مخلوق. فهمت بقى الحكاية؟ ربنا يهديه. فشوف هنا بيقول لك ايه، قال الطيبي، الطيبي ده أشعري، عشان نشوف الأشاعرة بيقولوا إيه. قال الطيبي أشعري شافعي مصري، مدفون في مصر هنا، وعاملين له كوبري، كوبري الطيبي اللي ورا معهد الأهرام، مش فيه كوبري الطيبي؟ عشان لما بتطلعوا كده وتنزل وانت في طريقك السيدة زينب بتلاقي في مسجد على إيدك اليمين، مسجد سيد الطيبي، فهمت إزاي؟ قال الطيبي شبه القرآن في كونه محفوظا عن ظهر القلب بالإبل النافرة وقد عقل علي بالحبل، وليس بين القرآن والبشر مناسبة قريبة. فهمت كلامه؟ يعني تشابه، لأنه حادث وهو قديم. ليه؟ لأن البشر مخلوقين حادث، وهو القرآن قديم. يبقى الأشعرية بيدور على القرآن إيه؟ قديم أهو. لا، بيدعوا علينا اننا بنقول ربنا في كل مكان والقران حادث مخلوق، وبيقولوا كده عشان ينفروا الناس من المذهب الاشاعره. والاشاعره عمرهم ما قالوا ان ربنا في كل مكان، ده قالوا ربنا موجود لا في مكان. ادي كلام الاشاعره. يبقى هم ما قروش كلام الاشاعره. الاشاعره طول عمرهم يقولوا ايه؟ الله موجود لا في مكان. ما حدش قال ابدا الله موجود في كل مكان، حدش قال دي. والا يبقى ادخلت الله في الحادث وجعلته حل في الحادث، فاهم؟
يبقى الأشاعرة يقولوا إيه؟ الله موجود لا في مكان حيث أن المكان مخلوق، فهو موجود قبل المكان، واضح؟ وقالوا أيضا أن القرآن قديم، هم يقول لك لا، لا الأشاعرة بيقولوا القرآن حادث. شفت بقى أن هم بيشوهوا مذهب الأشاعرة علشان ينفروا الناس من مذهب الحق ويمشوهم في المذهب الباطل، خد بالك منهم. وليس بين القرآن والبشر مناسبة قريبة، لأنه حادث وهو قديم، والله تعالى بلطفه منحهما دي النعمة العظيمة. تكتب فيها إيه؟ من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لولاه ما نزل قرآن ولولا لسانه ما تيسر قرآن. فينبغي له أن يتعاهده بالحفظ والمواظبة عليه، متفق عليه، ورواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثل بفتحتين صاحب القرآن، أي الحافظ له عن ظهر قلب، أي إنما صفته العجيبة الشأن، كمثل الإبل المعقلة بضم الميم وفتح العين المهملة والقاف المشددة، أي المربوطة بالعقال. وبين وجه شبهه بقوله: إن عاهد عليها، أي بالربط، أمسكها، وإن أطلقها، أي بفك العقال عنها، ذهبت. وكذا صاحب القرآن إن دام على تعهده بالتلاوة قر، وإن ترك ذلك فر من حفظه، ولا يقدر على عوده إلا بعد غاية الكلفة والمشقة. ولا ينافي تشبيه صاحب القرآن بصاحب الإبل ما مر من تشبيه القرآن بالإبل، لأنه كما يشبه القرآن بالإبل يشبه صاحبه بصاحبها في احتياج كل إلى تعهد ما عنده حتى لا يفقد، متفق عليه. وراه أحمد والنسائي وابن ماجة كما في الجامع الصغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد في التشبيه أن يديله تشبيه بحاجة تناسب البيئة اللي عايش فيها. لو يجي لك واحد بقى يقول لك إيه ده القرآن بعظمته يقول عليه إبل، تقول له اسكت يا غبي، لأن ليس التشبيه من كل وجه، لو التشبيه من حالة معينة، حالة إيه؟ حالة اجتماع الآيات في حفظ الحافظ، لا تشبيه للآية، ده حال اجتماع الآية في الحفظ، مش بيتكلم على الآية. لو شبه الآيات بالإبل يا ابني، ما شبهش الآيات بالإبل يا غبي، ده شبه جمع الآيات في قلبك إنه شديد كما تجمع إبل غير إيه معقولة، تبقى صعبة، فهمت بقى؟ أدي حاجة حالة الجمع نفسه. لكن تقول إيه؟ لا بيفهموا لغة ولا بيفهموا حاجة، متفق عليه. ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة كما في الجامع الصغير. ونقف عند هذا الحد النهاردة، هنقصر الإيه شوية عشان عندنا إيه احتفال بالمولد النبوي من يوم من صلاة الجمعة إلى العشاء إن شاء الله، فلازم ايه تناموا شوية ساعتين كده علشان ايه اليوم ان شاء الله هيمشي بخير، وابشروا خير. اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما، ان الله وملائكته على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.